مبروك طبعا كابتن جمال. كابتن احمد عبد الحليم، يمكن الشوط الاول يا كابتن احمد نادي الزمالك بادر بالهجوم وضغط، والحقيقه احرز هدف وكان له السيطره معظم فترات الشوط الاول ومعظم فترات الشوط الثاني، باستثناء زي ما قلنا 10 دقائق ربع ساعه نشط فيها فريق سيراميكا. ولكن الملاحظ ان التوليفه برغم عدد وجود كبير جدا من اللعيبه الجداد يا كابتن احمد، الا ان الانسجام واضح والهارموني بدأ فعلا يخش في مراحله الأخيرة. هو بص يا طارق، طبعا أنا والدليل معلش أنا آسف، دليل أداء زناري، أداء عمرو السيسي لما نزل، أداء سامسون والوردي، يعني الأربعة اللي هم الصفقات الجديدة الحقيقة أدوا أداء إلى حد كبير جدا، راقي جدا ومحترم جدا، مستنين منهم أفضل إن شاء الله. بالظبط. طبعا في البداية ببارك طبعا للمنظومة، يا رب دايما نبارك، يعني يا رب إن شاء الله المباركة دي تبقى موجودة مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى والجمهور والجهاز الفني، وزي ما احنا قلنا إدارة المباراة، الإدارة بتاعة المباراة. انت الشوط الأولاني، وده اللي هي ايه، احنا بنجد صعوبة شوية في لما التشكيل بتاع نادي الزمالك، ان الناحية الهجومية عندنا ما عندناش مهاجم غير الجزيري، انما زيزو وإمام عاشور بيكملوا، الوردي بيكمل، انما هم اساسا النواحي الهجوميه عندهم مش عاليه قوي. ومع ذلك انت استطعت، البدايه بتاعتك كانت قويه جدا، صحيح، لانك خدت الامور بجديه من البدايه، واستطعت ان انت قبل حتى ما نجيب الجول كان في انفراد لزيزو اللي هو من ناحيه الشمال، ايوه صح، وواحده لشيكابالا لما نزل كمان. لا انا بتكلم قبل الجول الاولاني. يعني طيب. وبعدين بعد كده ابتديت تخليهم هم يستلموا الكره ويستحوذوا عليها، ولكن طبعا كان في خطوره، مش هنقول ان هم ما عملوش خطوره، لا كان في خطوره، بس دائما كانت الخطوره دي برضو انت بيبقى محتاج، بص يا طارق، في بعض المباريات انت بتبقى محتاج شويه التوفيق، يعني مش لازم كل كوره تعدي من الديفنس تيجي جول، صح، يعني ده مش شرط في كره القدم. ففريق سيراميكا عمل بعض الخطوره، ولكن الفرقه بتاعت الزمالك كانت متماسكه جدا دفاعيا، على الرغم من ان انت في اتنين مهمين جدا 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 النهارده مش موجودين. صحيح. انا ما قدرتش اقول كده قبل الماتش، الونش وحسام عبد المجيد. سيب اللعيبه طبعا اللي موجوده دي هتسد ان شاء الله هيبقوا كويسين، ولكن احنا تعودنا الفتره اللي فاتت بتواجد الاتنين دول كانوا موجودين وكانوا مؤثرين سواء في النواحي الدفاعيه والنواحي الهجوميه، الاتنين مش موجودين في مباراه واحده، ده تاثير برضو قوي جدا. مع ذلك انت قدرت تتماسك، الراجل المدرب قفل على فكره، يعني وده الكلام احنا قلناه قبل المباراه، قفل تقفيل كويس قوي، واعتمد على ان انت في عندك لعيبه تقدر تعمل احراج في النواحي الهجوميه للتيم المنافس، ده اللي حصل. صحيح. السيناريو اللي الراجل طبقه ده اللي حصل. الشوط الثاني حصل هبوط شويه في الاداء بتاع سيراميكا، وانت عملت التغييرات اللي برضو ساعدتك كتير جدا على ان انت تروح للجول كتير. فده سيناريو الحقيقه الحمد لله الراجل نجح فيه، واللعيبه طبقته بشكل جيد جدا. انا ببارك للعيبه، ببارك للجهاز الفني، للجمهور اللي بيدي مثل النهارده، الجمهور اللي كان في الاستاد بتالي ده العدد المسموح بيه مش كده؟ العدد اللي هو المسموح بيه ولا كان زياده؟ لا 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 المسموح بيه، آه لا هم 3000 ما اعتقدش زادوا النهارده، يعني مش كده برضه؟ حتى لو زادوا احنا ده جمهور الزمالك، يعني راح احنا لا هو لا يعني بس يعني في ضوابط، مش كده؟ الاستاد كبير جدا، ما بانوش ما بانوش ده استاد القاهره ما بانش، لكن في المقاولين العرب كانوا باينين انهم كتار. ما انا بقول لك اهو، بس باين عملهم في الملعب، صحيح، باين عمل الجمهور مع اللعيبه. فانا ببارك للمنظومه كلها، وان شاء الله التوفيق في